مع النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب، النادي الاهلي في اخر 5 سنوات دوري ابطال افريقيا الاهلي فايز ب4 وخاسر 1 من النهائي، انجاز كبير جدا يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبته. كابتن محمود الخطيب واخد 3 برونزية عالم في اخر 5 سنين. كابتن محمود الخطيب بيقدم كل حاجه للنادي الاهلي بدون بخل ولكن في حكم المستطاع. ما انت ما يبقاش دخلك 1000 جنيه وتصرف 2000 جنيه، تبقى انت راجل مجنون. ده حملة شرسة جدا وحملة قذرة على الكابتن محمود الخطيب في وسائل الاعلام والسوشيال ميديا بسبب صفقة محمد علي بن رمضان. طب ايه قصة صفقة محمد علي بن رمضان؟ هل انتهت؟ هل خلصت؟ لا، هقول لك كل حاجة في الحلقة دي، ولكن فضلا وليس امرا ابدأ الفيديو بالصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويا ريت تدعمنا باللايك للفيديو علشان نوصل الحلقة لكل الناس، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. النادي الأهلي هبدأ معاك بموضوع ربما يكون موضوع جديد جدا، وهو إن صفقات النادي الأهلي لن تتوقف. صفقات النادي الأهلي لن تتوقف. الصفقة الأجنبية الخامسة ربما ستكون مهاجم إفريقي قوي. السويسري مارسيل كولر، والمهاجم ده يبقى عنده ميزة إنه بيلعب مهاجم وبيلعب جناح، وإن النادي الأهلي قد يكتفي بموضوع عمر الساعي. قد يكتفي بموضوع عمر الساعي، ركز معايا في الحلقة دي. الموضوع مسألة يعني مسألة، يعني اللي ماشي دلوقتي تحت البحث إن مارسيل كولر هو اللي هيحدد الاتنين المهاجمين اللي هيتم التحرك فيهم في المرحلة المقبلة قبل إغلاق القيد الإفريقي. المهاجم السنغالي اللي مارسيل كولر كان عاوزه، اللي هو كان معجب بيه، اللي هو انا قلت لك عليه قبل كده مطلوب فيه 3.5 مليون دولار، ده مش هيتحرك فيه النادي الاهلي. قال لك يعني فلوسه كتيره ومش عاوزين نخش في تجربه تانية زي تجربه محمد علي بن رمضان. فضلا ان الراجل نفسه الراتب السنوي بتاعه 1.5 مليون دولار، والناس شايفه ان ده رقم كبير جدا وان هم يعني مش عاوزين يتحركوا في هذا الامر. لكن خلال الساعات القادمة هيكون في جلسة بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، وهو اللي هيقول مين المرشحين، وربما يعني يحضر جزء منها الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات في القلعة الحمراء لبدء التحرك في هذا الملف. ليه؟ ليه بقول لك الكلام ده؟ لان تواصلت مع احد المسؤولين في النادي الاهلي، فبقول لك يعني كده خلاص، يعني انتوا عملتوا القائمة الافريقية والقائمة المحلية وخلصت كل حاجة، ايه بقى الحكاية؟ يعني هل في محمد علي بن رمضان ولا مفيش؟ قال لك محمد بن رمضان لا يعني لازال ملف مفتوح، بس مش بشكل مباشر. ملف مفتوح ومش بشكل مباشر. اقول لك تاني، ملف بن رمضان مفتوح، مش يعني في يعني في طرف تالت هو اللي هيتحرك في الموضوع ده، اللي هم وكلاء اللاعبين وكده. ممكن فجأة تلاقي محمد علي بن رمضان في القاهرة زي يحيى عطية الله. لو تفتكروا ان صفقة يحيى عطية الله كان اللي حصل على السوشيال ميديا ان الصفقة كانت توقفت تماما بسبب المقابل المادي، وفجأة لقينا يحيى عطية الله في القاهرة. طب ايه الحكاية؟ قال لك المهاجم وارد نتحرك فيها ونخلص مهاجم. طب ايه السبب؟ قال لك اول حاجة الناس في النادي المجري ده او الكابتن محمود الخطيب عليه زي ما قلت لك في بداية الحلقة هجوم كبير جدا من فئة من جمهور النادي الاهلي، تمام؟ وبيوصفوه في الصفقات وبيوصفوا إدارة النادي الأهلي بإنها بخيلة على الصفقات، وإن إحنا يعني مش مدعمين الصفقات ولا الانتقالات ولا الكلام بالشكل ده، وإن إدارة النادي الأهلي مش حريصة على يعني تلبية مطالب المدير الفني. طيب الكلام اللي أنا بقوله لك ده
كله ان النادي الاهلي مكمل في مهاجم افريقي ربما ياتي وربما بالرمضان ياتي، ماشي. لكن انا عايز اقول لك على حاجه، ان اداره النادي الاهلي وللامانه للامانه بتدعم الفريق، والهدف مش انك تجيب لعيبه اسماء يا جماعه. نادي الزمالك في يوم من الايام عمل فريق الاحلام وما خدش الدوري. انت بتدعم فرقه واخده الدوري واخده بطوله افريقيا، وعلى مدار 5 سنوات خدت 4 بطولات افريقيه، خدت 3 يعني برونزيه عالم. واللي عايز اقوله ان الكابتن محمود الخطيب هو اكتر رئيس نادي فاز ببطولات مع النادي الاهلي اثناء الرئاسه، مش بكلمك بقى وهو نائب ولا امين صندوق ولا عضو مجلس اداره ولا لاعب ولا اي حاجه. الراجل يعني الراجل مش مقصر في الجانب، بدليل ان السنه اللي فاتت جاب لك يعني واحد اسمه رضا سليم، وكانت صفقة داخل فيها الاهلي والزمالك وبيراميدز، الاهلي والزمالك وبيراميدز. النهاردة بيجيب لك يحيى عطية الله اسم كبير، بيجيب لك اشرف داري مدافع المنتخب المغربي اللي شارك في كاس عالم، ماشي، وهكذا. فالفكرة ان في فئة من الجمهور بتهاجم الادارة، ووصلت يعني ووصلته بالمرحلة ان يعني بين رمضان يعني مش لاعب لانه بطولة، يعني مش واصفين ان هو لاعب بس، لانه ما بيقولوا على محمد علي يا بين رمضان دي بطولة في حد ذاتها، تمام. طيب بين رمضان الناس بتتكلم فيه وبتتحرك فيه، لكن وقفوا عند ايه؟ عند ان انا ما اقدرش ادفع 2,850,000 دولار في لاعب كاش. النادي الاهلي يعني معروف باسمه وبشهرته وبمكانته، تمام، ولا شوية المرتزقة اللي بيشوهوا في صورة النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب دول هم هيبقوا مبسوطين ان النادي الاهلي يبقى اسمه بقى في الفيفا والمحاكم الرياضية والاتحاد الدولي، وده يرفع شكوى وده يرفع شكوى، هتبقوا انتوا مبسوطين ليه؟ كرة القدم، هل انت هتبقى فرحان بان انت كل شوية يبقى عندك مشكلة على المستوى المحاكم والحكاية والناس تطالب بحقوقها؟ انا قلت لك ان كان في اجتماع مالي حضر المهندس خالد مرتجي عشان يعرف الموقف المالي للنادي ايه، لكن الهجوم ده الحقيقة مش مطلوب. والاهلوية الاهلاوي اللي بجد يقف ويساند فرقته ويساند ادارة ناديه. انت السنة دي عندك يعني الخمسة اللي موجودين اجانب، انت النهاردة انا اقول يعني هقول لك رأيي، انت جبت امام عاشور دفعت فيه 3 مليون دولار ما تأخرتش، بس ما دفعتهمش كاش بالتقسيط. انت جبت وسام ابو علي اللي يعني اللي جالك في يناير وبقى هداف الدوري جبته برضو بالتقسيط. انت عليك التزامات لصفقة امام عاشور واسام ابو علي ورضا سليم. الفكرة ان انت النهاردة كل واحد يقول لك ايه، لا يا عم يجي. طب ماشي يا عم هيجي، هو قصر معاه، ما هو بيتفاعل. الفريق المجري ده واخد يعني كان واخده فريم النهاردة، تمام، طالب 3.5 مليون يورو، يعني 3,850,000 دولار. اللي انا يعني حضرتك لازم تكون فاهم الرقم ده كويس جدا. محمد علي بن رمضان المفاوضات لن تتوقف، ووارد تلاقيه في اي وقت صدقوني. لكن النادي الاهلي حاليا بيتحرك في مهاجم، لو رمضان بن رمضان ما جاش يبقى عمر الساعه هيحل مكان اليو ديانج. لكن اللي انا عايز اقوله لك ولازم تفهمه، ان اداره النادي الاهلي مش بخيله، مجلس اداره النادي الاهلي مش بخيل علشان تقولوا كده. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بيعمل كل ما بوسعه، يعني كل ما بوسعه علشان يخلي فرقه النادي الاهلي فرقه كبيره وتشرف في كاس العالم والانتر كونتيننتال. محمد علي بن رمضان مخلص كل حاجه مع النادي الاهلي عشان تكونوا عارفين، ولكن العقبه الوحيده مع النادي المجري، وكمان العقبه الوحيده في خروج الدولار من مصر. انت عايز تخرج 1.5 مليون دولار او مليون او 1,850,000 دولار من البنك المركزي، وده شيء مستحيل، محتاج موافقات وموافقات من ناس كبيره في الدوله. فالنادي الاهلي مش مقصر يا جماعه، النادي الاهلي مش مقصر. صفقه محمد علي بن رمضان توقفت لان النادي المجري مش متساهل في موضوع التقسيط، لكن انا باكد لك
ان النادي المجري لو وافق على التقسيط، محمد علي بن رمضان الصبح هتلاقيه في النادي الاهلي، لانه مخلص كل حاجه، مخلص كل حاجه. فلازم نهدى على مجلس اداره النادي الاهلي، ولازم ما نهاجمش مجلس الاداره، لان مجلس الاداره بيعمل يعني اقصى ما بوسعه ان هو ما ياثرش في الفرقه، وان هو يساعد الفرقه، وان الفرقه دايما تكون على منصات التتويج بالصفقات القويه. انت عندك محمود متولي رحل جه مكانه يوسف ايمن، محمد عبد المنعم رحل جه مكانه اشرف داري، علي معلول انصاب وكريم فؤاد انصاب جه مكانه يحيى عطيه الله، ومعاك بديل كريم الدبيس، اليو ديانج رحل جه مكانه عمر الساعي. فالنادي الاهلي مش مقصر، الاهلي لزمه حاجتين اتنين، جناح قوي، جناح قوي. وانا برشح زيكو، زيكو جناح نادي زد، الولد ده موهبة كبيرة، ولازم مجلس ادارة النادي الاهلي يتحرك في الموضوع ده. زيكو ده ما تضيعوش من ايدك، ده جناح قوي، اعتقد هيبقى انسب بديل لاحمد عبد القادر. محتاجين مهاجم قوي بمواصفات وسام ابو علي كده، ده يقعد ده يخلص، يبقى في عندك اتنين هجامين. وانا وشايف ان يوسف ساليتش المهاجم الفلسطيني انسب خيار للنادي الاهلي من وجهة نظر. اول حاجة مش هيأثر على الاجانب لانه فلسطيني، دنماركي فلسطيني، تالت حاجة هيسجل مصري، فكل ده هيبقى فايدة في مجلس ادارة النادي الاهلي. واتمنى ان مارسيل كولر يتساهل في الموضوع ده ويخلص واحد من الثلاثة المهاجمين الفلسطينيين، يا اما ساليتش يا اما عمر فرج يا اما عدي الدباغ. انا بشكركم ان انتوا استكملتوا معايا الحلقة للنهاية. قولوا لي من وجهة نظرك، هل الكابتن محمود الخطيب مؤثر مع صفقات النادي الاهلي ولا لا؟ مستنى رأيكم في التعليقات، يا ريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو علشان نوصله لكل الناس. بشكرك يا صديقي انك استكملت معايا الحلقة للنهاية، اشوفك على خير، مع السلامة.